رددت وزارة التعليم في تعميم في مطلع العام الدراسي الحالي شمل المدارس الحكومية والأهلية للبنين لمنح دروس تقوية للطلاب المحتاجين لتحسين مستواهم الدراسي أو الراغبين في رفع تحصيلهم من المتفوقين. والحديث أكثر أكيد حول هذا الموضوع أو الخبر تنضم معنا في الاستوديو ضيفتنا الأستاذة أمل العيسى المشرفة بإدارة الإعلام التربوي. طبعا حياك الله أستاذ أمل. حياك الله، أهلا وسهلا. أشكر الاستضافة الجميلة وأشكر القائمين على برنامج سيدتي. يا هلا وسهلا فيك سادة أمل. بداية خلينا نتكلم عن المراكز اللي بدأت خدمات التقوية هذه لهذول الطلاب، نبي تكلمين عنها بالتفصيل، يعني كيف بدأت ويعني إيش اللي خلاهم يعني يتخذون هذه المبادرة؟ المبادرة التي صدرت عن وزارة التعليم هي تستحق بكل فخر الثناء والإطراء، لأنها مبادرة جميلة وخطوة موفقة منع الاستغلال الأسر وأولياء الأمور، ولاسيما وأن بعض المستفيدين من الطلاب ليس بإمكانهم التعبير أنه المخرج إثر المادة التعليمية هذه أو الشرح الدروس الخصوصية لا يمكن قياس مدى استيعاب الطالبة أو الطالب بعد الدرس مباشرة. نعم جميل. طيب تفضل، حابة تقولي شيء؟ لا. تداعيات هذا القرار إيش على إيش ممكن يأثر للطلاب وللمعلمين أيضا؟ في تصوري أنه تداعياته أكثر للطلاب. للطلاب؟ أي أكيد. راح نكمل معك يا أستاذ أمل، ولكن سمحيني عبر الهاتف أول شيء أرحب بأستاذ سعود المصبيح مستشار تربوي ومدير أيضا الإعلام التربوي والتعليم سابقا. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعود. يا مرحبا فيك، حياك الله. اهلا وسهلا استاذ سعود. لما نتكلم او نبغاك تتكلم معنا عن تحقيق الاهداف التعليميه والتربويه وتحقيق التوافق طبعا النفسي والاجتماعي والتغلب على صعوبات التحصيل الدراسي من خلال طبعا التعرف على طرق تدريس مختلفه تراعي الفروق الفرديه واحتياجات الطلاب. طبعا نص نظام التعليم في دستور الدوله، دستور المملكه العربيه السعوديه، نظام الحكم على أن يكون التعليم مجانا لجميع الطلبة والطالبات. صحيح. وبالتالي لجوء الوزارة إلى إجبار الأهالي على دفع مبالغ مالية لتقوية طلابهم، أنا أعتقد أولادهم، أعتقد أن هذا لا يصب في التوجه العام للدولة. نعم. فبالتالي في وجهة نظري الوزارة الآن هي تحاول أن تعالج مشاكل ضعف مهارات الطلبة، وسبق أن ناقشت في برنامجكم سيدة العام الماضي. صحيح. موضوع التقويم المستمر أو الترفيع المستمر أو التدمير المستمر، ثم رأينا التراشق الذي حصل بين هيئة تقويم التعليم وبين وزارة التعليم ممثلة بالوزير السابق والوزير الحالي حول مستوى مخرجات التعليم. نعم. فمستوى مخرجات التعليم لا تحل بهذه الطريقة وإعطاء المعلم إشارة إلى أن عليك أن تكون أقل مستوى حتى يأتي الطلب إليك وبالتالي يزداد دخلك. نعم. كان المفروض الحل للوزارة أن تعمله هو أن الاستعانة بالخريجين العاطلين الذين هم وصلوا يعني عشرات الآلاف، وبعضهم متخرج ومجتاز اختبار كفايات التعليم وبعضهم متمكن، أو اللجوء للمعلمين الذين أخذوا تقاعد مبكر وأيضا عندهم خبرة أو تقاعد ومتميزين في أخبارهم، أو اللجوء إلى طريقة أخرى. أنا لاحظتها في كوريا عندما زرت كوريا، معلمي لدي سؤال، هذا برنامج يشاهده 27 مليون طالب في كوريا. البرنامج هذا يختار أفضل معلم في مادة مثلا الكيمياء، في مادة الرياضيات، في مادة اللغويات، في أي مادة، والطلبة يسألون في توقيت معين في لحظة معينة في ساعة معينة، وله مقررات، المقررات هذه أيضا الطلبة يستلمونها بعد خروج الطلبة من المدرسة. طبعا هناك ندرك أن في فروق فردية متفاوتة بين الطلبة وبدء استيعابهم، المعلم وإمكانياته ودرجة إيصاله للمعلومة فيعوضها مثل هذا المعلم عن طريق الوسائل التعليمية الحديثة، عن طريق التلفزيون التعليمي اللي الحقيقة كان من الممكن الوزارة أنها تستثمره وتحل مثل هذه الإشكالية الكبيرة. أما اللجوء إلى تحميل أولياء الأمور مبالغ مالية أكثر، أنا أعتقد أنها الحقيقة لا تتواكب مع تطوير التعليم، لأنها سوف تجبر المعلمين بعضهم على أن يقلل من
أداء مستواه التعليمي حتى يجبر الطلبة على اللجوء إلى هذه الدروس الخصوصية. نعم صحيح. الأستاذ سعود المصبيح، أنا أشكر لك هذه المداخلة، شكرا لك وشكرا، كان هذا رأيك الخاص، وكان في اقتراح جدا رائع من دكتور سعود أنه يصير فيه زي برنامج تلفزيوني معلمي لدي سؤال، وشاف هذا البرنامج لما سبق له زيارة كوريا قبل كده، فأعتقد أنه هذه كمان فكرة حلوة أنه نبدأ نطور من الأساليب التعليمية عندنا. لكن لو تسمحي لي فيها أستاذة أمل، كمان في عائد للمعلم 85%، بغض النظر عن العائد المادي، الأمر الذي أشار إليه الأستاذ سعود غاية في الأهمية. نعم. هناك خبرات، هناك طاقات لدى الشباب الخريجين طبعا. نعم. كان يمكن الاستفادة منها في هذا المجال، لا سيما وأن الآن الخبرات تتطور ونحن في عهد الرؤية وتطلعات وعهد طموح لا محدود، فبالتالي هذا ينعكس يعني إما إيجابا أو سلبا على الأسر، وبالنهاية مدار العملية التعليمية الطالب أو الطالبة. صح. أستاذة أمل، خلينا نسألك، هل تعتقدين برأيك أنه تشديد الوزارة يعني في أنه عدم موافقة على انتشار مثل يعني أو فتح المراكز بيساهم في الحد من انتشار الأرقام، أو يعني مثلا زي ما تقول الدروس الخصوصية اللي نشوفها عشوائية لربما يعني ما تعرفين هل هو فعلا مرخص، هل هو فعلا أستاذ ومتمرس ومتمكن من المادة هذه أو لا؟ فاحنا نبغى نعرف يعني اذا هذا القرار ممكن انه يكون بالعكس ساهم في الحد من هذه الامور. القرار جميل لسبب واحد، انه في تنظيم للعمل. نعم. وفي قضاء على العشوائيه زي ما تفضلتي. أي. وفي منع الاستغلال اولياء الامور والاسر. اكيد. باسعار مبالغ فيها طبعًا. احيانا يعني طبعًا. احنا نشوف، احنا عشنا ممكن في جيل كان المدرس يعني ياخذ اضعاف مضاعفه عشان والله جيتي مثلا في فتره اختبارات. صحيح. عرفتي؟ وانت في النهايه ما تدرين، يعني احنا كنا بعد يعني ما عندنا الوعي الكافي اللي احنا نقول مثلا انت خريج اي جامعه، او وريني مثلا شهادتك، انت هل انت فعلا مخول انه انت كفاءة. مثلا توصل المعلومه، ممكن هو فعلا درس مثلا هذه الماده مثلا رياضيات او كيمياء، المواد اللي يعني عاده ما الطلاب يحتاجون فيها مساعدة. لكن يعني أنا أشوف أنه بالعكس يعني هذه لفتة رائعة، لكن نبي نعرف بعد إيش في أشياء مثل ما تفضل الدكتور سعود قال البرامج التلفزيونية، نبي نعرف ممكن أن إحنا نوصل يعني أساليب مختلفة. جديدة مختلفة تتماشى مع الرؤية وتتماشى مع الأشياء اللي إحنا قاعدين نعيشها. ألاحظ بوصفي أما يعني أنه أطفالي دائما للأونلاين والتقنية والتطوير، ما عاد الطفل الآن الطالبة الصغيرة ما عادت هي الصغيرة في نظري، أصبحت أكثر إدراكاً، أكثر وعياً، أكثر فهماً، أكثر نضجاً من أيام السابقة والعهود السابقة. صحيح. لذلك من وجهة نظري الخاصة أن تقنين عملية الدروس الخصوصية هي من وجهة نظري خطوة موفقة جداً. صح. ولكن المخرج يهمنا، نحن المخرج، هل سيستمر التقييم المستمر لعملية الدروس الخصوصية هذه، إعطاء الدروس؟ نعم. هل سيسعى المعلمون والمعلمات لتطوير أنفسهم؟ نعم. من أجل أداء أفضل؟ نعم. هذا هي الأسئلة التي نتمنى يعني أن نرى أبعادها الإيجابية في المستقبل. صحيح. أكيد يعني، وإحنا كلنا يعني أمل وكلنا ثقة أن الوزارة يعني أكيد ما أخذت خطوة مثل هذه إلا وهم دارسينها بحذافيرها أكيد، وفي تفاصيل ممكن ناقشناها اليوم، في تفاصيل يمكن ما تطرقنا لها. لكن أستاذة أمل عيسى المشرف بإدارة الإعلام التربوي، إحنا نشكر حضورك اليوم معنا. شكرا. شرف لي أستاذة. حياك الله. شكرا جزيلا، سعدت بلقائكما، و شكرا لفريق الإعداد والإخراج وكل من قام على هذا البرنامج. تحياتي للجميع. شكرا لك. طب مشاهدينا أكيد إحنا مكملين باقي الفقرات، لكن بعد الفاصل.